السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معي في حلقه جديده من قناتي تاعناك. اليوم انا لكم فيديو جديد وشرح جديد وربح جديد. الفيديو اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الموقع يعني اللي خدمت عليه واشتغلت فيه مزيان، ربح منه بزاف ديال الدولارات في اليوم. فلك تمتم بالامر، فابقى معايا تبع الفيديو حتى الاخر باش ما تفوتكش حتى شي معلومه. واذا كنت جديد كنقول لك اصدقاء عزيز تنسى تهود الجزام الاحمر كيف اسفل الفيديو، ضغط عليه وتشارك معنا، وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو خصوصا القناه ديال المباشره. طبعا الحال عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد ديال اللايك، تعليق مشجع في اسفل الفيديو، والى عندك سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط طرح لي السؤال ديالك وغادي نكون سعيد جدا باش نجاوبك عليه. وباش ما نطولش في المقدمه بزاف، ندوزو مباشره للشرح. وكما كتشوف صديقي العزيز، الموقع اللي غادي نشرح ان شاء الله في هذا الفيديو هو هذا. اول حاجه كنشوفها دائما في الفيديو هي الطريقه ديال التسجيل، والطريقه ديال التسجيل راها سهله. كما كتشوفوا كتجي لهذا المكان ديال التسجيل وكتضغط عليه، كما كتشوفوا غادي يفتح معنا الواجهه ديال الموقع على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هنا كيقول لك الاسم الكامل ديالك، وهنا اسم المستخدم يعني الاسم اللي باغي تبان به في الموقع ديالك. هنا كتحط البريد الالكتروني، وهنا كتاكد البريد الالكتروني ديالك، وهنا كلمه السر وتكون كلمه سر قويه، وهنا كتعاود تاكد كلمه السر، وكتعلم على الكابتشا بانك لست برنامج روبوت، وتوافق على الشروط مد المكان هذا، وكتضغط على تسجيل. يعني هذه الطريقه ديال التسجيل في هذا الموقع هذا. فمن بعد ما تسجل في هذا الموقع هذا غتقوم بتسجيل الدخول على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هنا كتدخل الاسم المستخدم اللي سجلت به، وهنا كلمات المرور، وكتعلم على الكابتشا بانك لست برنامج روبوت. كيعطيك هنا بعض الصور، كيقول لك اختار لي الصور اللي فيها القوارب، كتختار له الصور اللي فيها القوارب كامله كما كتشوفوا، وكتضغط على تحقق، وكتضغط على تسجيل الدخول. كما كتشوفوا كتسنى هذا الخط حتى يمتلئ الراس، يعني حتى كيعمر كامل، كتسنى واحد شويه بما يمتلئ هذا الخط الثاني اللي كاين في الاعلى هنايا باش يفتح معنا الصفحه ديال الموقع كما العاده. كما كتشوفوا هنا كيقول لك كليكي لي على الراس او لا ضغط لي على الراس اللي مقلوب، يعني اللي مقلوب للاسفل، كتجي هذا الراس هذا كما كتشوفوا، كتكليكي عليه كيعطيك علامات الصح وكيفتح معك الموقع بشكل عادي. فكما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال الموقع، الواجهه ديال الاشتغال اللي تشتغلوا فيها. كما كتشوفوا هنايا انا عندي بعض السنتات هنايا، وغادي نشوفوا الطريقه ديال الاشتغال ديال هذا الموقع هذا. فاول حاجه غادي نشوفوها في هذا الموقع هذا وهي الطريقه ديال الكسب، يعني كيفاش نكسبوا الفلوس من هذا الموقع هذا. الطريقه راه سهله وجد بسيطه. فغنجيو هذا المكان ديال الكسب او يكتسب النقود، وكتكليك عليها. كما كتشوفوا عندك ثلاثه الطرق ديال الكسب في هذا الموقع هذا. اول طريقه واسهلهم هي عرض الاعلانات، يعني غادي نضغطوا على الاعلانات. من غادي نشرح لكم في الاول كيفاش جمع بعض الدولارات اللي مبسطين في هذا الموقع هذا، ولكن ساهلين يعني بسط، وفي نفس الوقت ما كيدوش الوقت بزاف. ولكن الا بقيتي معايا وكملتي الفيديو حتى الاخر، فغادي نوريك بواحد الطريقه اللي تقدر تكسب بها المال اكثر من هذا الموقع هذا. فاول حاجه غادي نضغطوا عليها وهي عرض الاعلانات. كما كتشوفوا صديقي العزيز كتفتح لنا الصفحه هذه، كنعودوا لهذا المكان اللي في الاسفل. كما كتشوفوا عرض الاعلانات، غنكليكيو في هذا المكان هذا. كما كتشوفوا هذا هو اول اعلان كاين في هذه الصفحه هذه، وكاين بزاف ديال الاعلانات يعني تقدر تاخذهم بنفس الطريقه اللي غادي نشرحو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. فاجي الاعلان كما كتشوفوا هو هذا الشكل هذا، وكتكليكي عليه يفتح معك واحد الصفحه اخرى. كما كتشوفوا كتسنى هذا الخط هذا حتى يمتلئ الراس، يعني حتى يمتلئ الخط كامل تماما. كما كتشوف كيقول لك هنا يختار لي الراس اللي مقلوب، كيجي لهذا الراس هذا اللي مقلوب كتكليكي عليه هذا الشكل هذا، كيعطيك علامات الصح صافي كتخرج في حالاتك. يعني هذه الطريقه. كما كتشوف هو الاعلان ولا ضباب، يعني مايمكنلكش تولي تاخذه مره اخرى، تدوز عليه 24 ساعه، يعني كل نهار كتجدد الاعلانات هذه، يعني مايمكنلكش تاخذ نفس الاعلان جوج مرات في نفس النهار، يعني ضروري خصك تدوز عليه 24 ساعه. كما كتشوفوا بنفس الطريقه كتمشي معاهم كاملين، يعني هاد الاعلانات هادو بنفس الطريقه تاخذهم كاملين. بعد ما تكمل الاعلانات هادو غترجع في حالاتك لنفس الواجهه. كما كتشوفوا كاين اعلانات اخرين، كما كتشوفوا كاين بزاف ديال الاعلانات، كتكليك غير في هذا المكان هذا وكتبع الاعلانات كاملين، كل واحد بشحال كيعطيك عليه ديال المال مقابل 10 ثواني ولا 5 ثواني ولا 7 ثواني على حسب المال اللي غتاخذ. كما كتشوفوا كاين بزاف. هتقول لي النسبة اللي غادي يعطيك هذا الموقع هذا راها قليلة بزاف، نتفق معك يا صديقي العزيز، يعني باش تاخذ تكليك على الإعلانات وتسنى واحد 10 ثواني وتاخذ واحد السنسة صغارين، يعني نسبة قليلة. ولكن كاينة واحد النقطة هنايا في هذا الموقع هذا، لربما نقطة قوة عند هذا الموقع هذا اللي غادي نشوفوها إن شاء الله حاليا في هذا الموقع. فإذا كملتي هاد الإعلانات كاملين اللي كتشوف هنايا من الرأس حتى الأسفل، يعني بطبيعة الحال تكون جمعتي بزاف ديال الدولارات، يعني حتى كاين ما يدار في هذا الموقع هذا إلا عرفتي تخدم عليه. فغادي نجيو للأسفل كما كتشوفوا، يعني باش نوريكم واحد النقطة اللي هي زوينة بزاف في هذا الموقع عجبتني، وهي أن كاين واحد الواجهة اللي تقدر تكتسب منها المال مزيان، يعني تقدر تربح منها بزاف ديال الفلوس. فغادي نجيو لهذا المكان هذا كما كتشوفوا، غادي نكليكيو عليه. كما كتشوف هنايا كيعطيك بعض العروض،
هاد العروض هادو هما عبارة عن تطبيقات تحمل مثلا او استبيانات يعني استطلاعات الرأي، ولكن فيهم ما يدار. كيما كتشوف كيقول لك هاد العرض هذا بواحد دولار فاصله 50، يعني واحد دولار مقابل هاد العرض هذا. كاين بزاف ديال العروض يعني التطبيقات اللي تقدر تحملهم وتشتغل فيهم بعد الوقت وتاخذ منهم بعض الدولارات. كيما كتشوف هنا استبيان يعني استطلاع ب 0.54 سنت. كاين بزاف هنا كيما كتشوفوا عرض ثاني بواحد دولار فاصله 50، كيما كتشوفوا هنا عرض واحد اخر بواحد دولار فاصله 20، جوج دولار يعني كاين ما يدار. فإلا خديتي هاد الالعاب هادو كاملين وخدمتي عليهم يعني تاخذ واحد 10 دولار من الواجهه هذه بوحدها، يعني بلا الواجهات الاخرين اللي كاينين في الموقع. فهاد الموقع هذا راه اخوان راه فيه ما يدار والله القاسم، يعني انا شفت بزاف ديال الناس خدوا منه فلوس هاد الموقع هذا، يعني ما غاديش نقول لك خدوا منه دولارات وانما خدوا منه بزاف ديال الدولارات، يعني الناس حقت منه 100 دولار هاد الموقع هذا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. فهذه الواجهه ديال الكسب الاولانيه، يعني الواجهه اللي غادي نكسبوا منها الفلوس الاولانيه هي هذه. وكاين بزاف ديال العروض كما قلنا، انت تاخذ العرض اللي بغيتي ومن الاحسن خذ كل شيء باش تربح منه فلوس بزاف. نجيو لهاد المكان ديال الكسب وغادي نكليكيو عليه، غادي نهبطو لهاد المكان هذا كيما كتشوفو حركة التبادل، غنضغطو عليها. كيما كتشوف هنا كيقول لك تبادل الزيارات أو حركة التبادل. كيما كتشوف هنايا هذا غير تبادل الزيارات، يعني إلا بغيتي تزور بعض المواقع ويزورو لك ناس آخرين المواقع ديالك، فهادي إلا بغيتي تجيب ترافيك لشي موقع ديالك فما غاديش نشوفوها حيت ما غاديش نكسبو منها الفلوس. وإنما غادي ندوزو نشوفو الواجهة الثالثة والأخيرة اللي كاينة في هاد الموقع هذا. كيما كتشوفو هنايا غادي نجيو لهاد المكان هذا، غادي نضغطو عليه. هنا كيقول لك بعض المواقع اللي تقدر تسجل فيهم وتاخذ منهم فلوس. كما كتشوف هنا كيقول لك الباير، الا فتحتي حساب في الباير ونزلتي 5 دولار في الحساب ديالك تاخذ 0.10 سنت. فانا كاين عندي بزاف ديال الحسابات كيطلعوا لي هنايا، اليوم طلع لي غير واحد وهو ديال الباير، وانا عندي حساب في الباير ما يمكنليش نعاود نسجل مره ثانيه، يعني ما نقدرش نستافد من هذا العرض هذا. وكل نهار تلقاه عطيك بعض المواقع اللي خصك تسجل فيهم وتاخذ منهم مثلا 0.10 سنت، تقدر تاخذ منهم 20 سنت على حسب يعني العرض اللي غادي يكون مقدم لك الموقع. فهادو هما الطرق ديال الربح اللي كاين في هذه الواجهه هذه. ولكن الحاجه اللي بغيت نوريكم انا وتبغيو تعرفوها في هذا الموقع هذا، وهي مثلا غادي نجيو لهذا الموقع هذا نوريكم واحد الطريقه اللي هي اخيره اللي تقدروا تستافدوا منها الا بغيتوا. غادي نرجع للحساب ديالي كما كتشوفوا، يعني الداشبورد او لوحه القياده كما كتشوفوا. فغادي ننزل الاسفل كما كتشوفوا هنايا، كيقول لك هنايا حدث حسابك. الا بغيتي تحدث الحساب ديالك يعني تحديث كما كتشوفوا، كنجيو لهذا المكان هذا وكنكليكيو عليه. هنا كيعطيك بعض الحسابات، هاد الحسابات هادو كيكونوا فيه واحد النسبه ديال الارباح عاليه على الحساب ديالك. حتى الحساب ديالك باقي جديد كيدخل واحد النسبه قليله ديال الارباح، اما الحسابات هادي فالارباح ديالك كتكون طالعه شي شويش. فباش تحصل على واحد الحساب من الحسابات هادو كيخصك تشريه، يعني ضروري، يعني بحال واحد الخطه كتشريها باش ترقي بها الحساب ديالك، يعني تحديث الحساب كما كتشوفوا في هذا المكان هذا. فهاد الحسابات هادو يعني ما عندهاش شي مبالغ كبيره اللي تقدر تشري بهم، يعني واحد المبالغ بسيطه، ولكن العائد ديال اليومي كيكون شويش طالع. فتقدر مثلا تاخذ كل حساب كما كتشوفوا الثمن ديالو بادي من 1.79 حتى ل 460 دولار، يعني على حسب الحساب وكل حساب شحال كيدخل كما قلنا. فكما كتشوفوا باش تعرفوا يعني الفرق ما بين الحساب ديالك والحسابات اللي كاين هنايا، كيقول لك هنايا لكل نقره، يعني كاين القيمه ديال لكل نقره. فالقيمه لكل نقره هنا ب 100%، ولكن الحساب الثاني كاين 110% وهي غدا 120% 130%، يعني حتى وصلت ل 200%، يعني الدوبل ديال الارباح اللي غتربح انت من الحساب ديالك. يعني الا خديتي واحد الحساب من الحسابات هادو غيكون عندك واحد المبلغ اللي هو كبير على الحساب اللي عندك حتى حاليا. من بعد ما غادي تختار الحساب اللي بغيتي على حسب المبلغ اللي غادي تدفع، فكتجي لهاد المكان هذا ديال قم بتنقيه المستخدم رصيد الشراء، كتكليكي عليه وكتتبع الارشادات وكتدفع المبلغ اللي باغي تشري به الحساب ديالك، وكترقي الحساب ديالك لواحد الحساب اخر، يعني باش كتولي تربح فلوس اكثر من الاعلانات اللي غادي تضغط عليهم اولا من السبيانات اللي غادي تاخذ من هذا الموقع هذا. فاخر حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، وهي طريقه ديال السحب، يعني كيفاش تسحب الفلوس ديالك من هذا الموقع هذا، وشنو هما الطرق اللي كيستعمل هذا الموقع باش تسحب منهم المال ديالك. يعني كما كتشوفوا غادي نجيو لهاد الواجهه هذه ديال حسابي، غادي نضغطوا لهاد المكان كما كتشوفوا ديال الاعدادات الشخصيه بهذا الشكل هذا، وغادي ننزلوا لهاد المكان اللي في الاسفل كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنا طريقه الدفع او السداد. كما كتشوفوا عندك هنايا البايبل، وعندك هنايا البريفكس موني، كاين ويستر يونيون، فودافون كاش، كاين الناس اللي في الجزائر واحد الحساب يعني فليكسي، كاين الاتصالات ديال الامارات، كاين الباير، وكاين بزاف ديال الطرق ديال السحب في هذا الموقع هذا. فتختار الطريقه اللي غتناسبك او الطريقه اللي متوفره لك وتسحب عليها المال ديالك. كما كتشوف هنا كيقول لك مثلا البايبل الحد الادنى باش تسحب منه هو 0.70 سنت. الا بغيتي تسحب على الويستر يونيون خصك عندك 25 دولار على الاقل، يعني ادنى حد. وانت غادي يعني كل حساب عنده واحد الحد الادنى
اللي خصك توصل له عاد تسحب المال ديالك عليه. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا وهادشي اللي كاين في هذا الموقع هذا، وكنتمنى والله كنت وفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا، وكنشكركم على حسن المتابعه. وكل شخص اللي بقى معايا 3 ساعات دي باقي ما مشتركش، كنطلب منك تصدق العزيز باش تعود لك الزر الاحمر كيفاش في الفيديو، ضغط عليه وتشترك معنا، وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى القناه ديالي مباشره. طبعا الحال كان عجبك الفيديو واستفدتي منه، ما تنساش دير واحد الزياره ديال اللايك وحتى تعليق موجه في اسفل الفيديو. والى عندك سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، تدخل ديك الرابط وراح يجي السؤال ديالك، ونكون سعيد جدا بجاوبك عليه. وقليلا القاكم في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تدعو ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.